وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بمنطقة فسطاط يظهر في ثوب جديد بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليكون مستعداً لاستقبال كافة البطولات الدولية والمحلية، ويسهم في تنمية مهارات ركوب الخيل في مصر من خلال تطوير ملاعبه وفقاً للمعايير الدولية وزيادة سعة استبلاته وتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح البطولات. ده مكان يعني ممكن تقول دولي قوي، يعني في أراضي كتيرة وأحجام الأراضي مظبوطة بالنسبة للبطولات الدولية، وإقامات الخيل كتير، يعني من كل ناحية مفيش حاجة ناقصة إن أنت تعملوا بطولات دولية طبعا. والله المية الأولى اللي بزور المكان ده واتذهلت بالمكان، فعلا مكان جميل جدا ويشجع الناس علشان تجي عليه. الوادي استعد لاستقبال بطولة الجمهورية لقفز الموانع من خلال تمهيد الملاعب لاستقبال المتنافسين. في استبلات كتير اتعملت واستبلات اتعملت على جودة عالية، فطبعا ده بقى مريح للخيل ان هي تقدر يبقى فيه ايواء فيها. بمشاركة 280 فارساً بخيولهم انطلقت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية، واستمرت المنافسات على مدار 3 أيام وفقاً لقواعد القانون الدولي المنظم للرياضة الفروسية. عرفنا عن البطولة في وقت قصير جداً وما كنتش متخيلة أبداً أنها تبقى متنظمة النظام ده كله. مكان حلوة قوي والأرض يعني كويسة وبتساعدني أن أنا أكون نجبة أحسن، والإندور أرض التسخين الصالة المغطاة حلوة قوي. أنا مبسوطة أن وزارة الداخلية عملت المكان ده عشان نمارس فيه الرياضة اللي احنا بنحبها. استمتع المشاركون بالتنافس على الملاعب الممهدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في رياضة الفروسية، بداية من أرض الإحماء إلى الملاعب المجهزة بالموانع. صراحة تحفة، وكمان الاستبلات من أنظف الاستبلات اللي أنا شفتها، والأراضي حتى مريحة نفسياً. لو ليا فرصة أن أنا أغير مكان التدريب ممكن أجي هنا، لأن المنظر رائع ويفتح النفس. كان حلو ومتظبط حلو، أرض حلوة، احسن الاراضي اللي بننزل فيها بطولات. والبطوله النهارده استمتعت بيها جدا جدا جدا، والحمد لله عملنا كلير راوند النهارده. وزاره الداخليه شكلت لجانا مختصه لضمان تنظيم ناجح للبطوله، فقد تم اعداد اماكن مناسبه لايواء الخيول باعداد كبيره، وفندق مجهز لاقامه الفرسان خلال فتره المنافسه. حاجة في المكان ان هو فيه اوتيل انكلودد، يعني بجد السيرفيس تحفه والاكل حلو قوي. والصراحه على اعلى مستوى وما شفتش نوادي كده، والفندق جميل، كل حاجه كويسه فيه، الاكل كويس، كل حاجه. كما جهزت سيارات اسعاف باطقم طبيه تابعه لقطاع الخدمات الطبيه بوزاره الداخليه وأطقم طب بيطري. احنا بنكون جاهزين ان شاء الله من قبل البطوله، من اول تجهيز البوكسات، تجهيز كل حاجه وتطهيرها قبل دخول الخيل. جاهزين بكافه التخصصات اللازمه لبطوله مهمه زي كده، من تخصصات العظام والطوارئ والجراحه والتمريض والاسعاف. الملاعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة مع توزيعها بالشكل المناسب والمعتمد دولياً، بما يمكنها من استضافة المنافسات ليلاً. مشاركة جميع أندية الفروسية في هذه البطولة المقامة بوادي الفروسية وبهذا العدد الكبير من الفرسان والخيول يعكس نجاح وزارة الداخلية في إضافة صرح رياضي جديد يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية.
قيام وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية يأتي من منطلق حرصها على الارتقاء برياضة ركوب الخيل في مصر، فكان هذا التطوير الشامل وتلك المسابقات التي تقام هنا والتي تؤكد على المساهمة الفعالة من وزارة الداخلية في الارتقاء بهذه الرياضة الهامة. من وادي الفروسية، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.